السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوجد معكم إن شاء الله تيراميسو بدون ماسكاربوني، سهلة في ساعة كتوجد، بقاو معايا. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج قهوة معصرة باردة، عندي قشدة طرية، وعندي البسكوي الخاص بتيراميسو، وكذلك الكاكاو. أول حاجة غنطلع بانا ديالي وغنرجع معاكم. بعد ما طلعت البانة غناخد واحد صوبيرة او علبة خاصة بالثلاجة اللي غادي نسدها تكون كتقفل. صافي غنبدأ على بركة الله. المرحلة الاولى غنسقي لي بيسكوي وغادي نستفو كطبقة اولى. صافي وغادي ناخد قشدة طارية نديرها طبقة ثانية. ونحاول نغطي كاع لي بيسكوي. دابا غادي ندير الكاكاو. صافي غادي نعاود نفس المراحل اللي وجدت في الطبقه الاولى، لي بيسكوي
ونضيف عليهم القشده الطريه، ومن بعد نضيف عليهم الكاكاو حتى نكمل البسكوي اللي عندي والقشده الطريه اللي بقات عندي. نضيف الكاكاو صافي، غنكمل لي بسكوي والبانا وغادي نتلاقاو. صافي بعد ما كملتهم غادي نسد العلبة ديالتي وغنوضعها في الثلاجة كتبقى ليلة كاملة حتى الغد ليه باش تشرب مزيان، وغنوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال تيراميسو اللي وجدت معكم اليوم بدون ماسكاربوني هو هذا. اتمنى تعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم مع وصفة جديدة. الصحة والراحة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.